حقيقة هي المجازر متتالية، يعني هاي المجزرة مش أول مجزرة بترتكبها إسرائيل ولا آخر مجزرة. يعني نحن عم نشوف المجازر اللي عم ترتكب بغزة، يعني للأسف نحن عم نشوفهم على شاشات التلفزيون، يمكن بيشوفهم وبعد شوي بينسى، بس في مجازر قبلهم حصلت، ومجزرة امبارح ما ممكن تنحى من الذاكرة. يعني خبرني أنت، كنت مع الأطفال طبعاً، يعني بحكم القرابة أنت بتشوفهم، شفتهم قبل بيوم، شفتهم بذات اليوم. الأطفال وأمهم كل ما يجوا على بليدة كانوا يمرقوا لعندي، ولما يجوا على بليدة إذا أنا أتأخر ما أنزل الأولاد يسألوها لأمهم، خالنا ليش ما إجا لعنا؟ يعني كان في رباط رابط، يعني مش بس خالها، يعني الأولاد بيهون عم يشتغل مغترب، عم يشتغل برا. نعم. الأولاد دائما اتعودوا علي دائما انه انا انزل لعندهم، يعني صرت مثل بيهم، بتشوفهم مثل كثير، دائما بشوفهم كثير. وفي رابط حتى امهم اللي هي بنت اختي، يعني كنت حسها اختي، كنت حسها جزء من روحي. يعني هدى كيف هلا؟ طمنا. هدى بعدها بالعنايه، بس يعني حسب ما خبرني الدكتور انه الوضع مستقر. نعم، في استقرار، هي بالعناية الفائقة، ولكن الوضع مستقر. نعم. لانه للاسف الوضع الصحي مستقر. من يومين يعني انتشر على السوشيال ميديا انه استشهدت، بنتمنى لها طبعا السلامه يا رب. وضعا حدا عم بيقدر يشوفها؟ انا الصبح فت لعندها. شو قالت لك؟ هي ما عم تحكي هلا، هني هي غايبه عن لا هي مش غايبه، هي هلا بس اللي فهمت انه عم يعطوها المسكن بس ليوصل زوجها من السفر. نعم. لأنه لما عم بتفيق عم بيصير عندها ارتفاع الضغط، ما عم تقدر تتحمل، فما بعرف. عرفت أنه بناتها استشهدوا ووالدتها؟ هي شافت بناتها عم يحترقوا بالسيارة، وأنا لما سحبتها من السيارة يعني مش قادر، مش عارف شو بدي أعمل، بدي أفتح الباب بالنار وشيل الأولاد، والله بدي شيلها هي من تحت السيارة. للأسف ما كان البواب ينفتحوا لأنه النار قوية كتير، وأنا كنت يعني عم فكر أنه ممكن يرجعوا يستهدفوا السيارة لما شافوني رجعت أنا نزلت. هني ما بدهم حدا شاهد على هالجريمة، يعني أنا كمان صرت فكر أنه هني أي واحد ممكن يجي هلأ ممكن يستهدفوه، لأنه هيدي الجريمة قتل أطفال بطريقة مقصودة بطريقة متعمدة، يعني ما بتصورها العقل.